اهلا بحضراتكم. اولا طبعا ارحب بدكتور وليد الحديد ضيف النهارده في السادسه، طبعا ضيفنا اللي بيتالق دايما في يوم العالمي. النهارده هنتابع ونشوف ونقرا كده ارقام اليورو اخبارها ايه. مساء الخير دكتور وليد. مساء الفل. ازيك؟ اهلا وسهلا، منورنا. تسلم، ربنا يخليك. جوله يمكن او يعني دور اول ودور مجموعات مش ممتع بالدرجه الكافيه بتهيالي. نتمنى ان الدنيا تزداد سخونه في، واعتقد بقى كل واحد هيقدم او هيرمي كل اوراقه الفتره اللي جايه. طبعا احنا كنا متوقعين من الاول ان يعني الحرب الكرويه هتبدا من دور ال 16، المستوى بيتصاعد من جوله لجوله، لكن طبعا احنا لما بنستنى اليورو اربع سنين، كل اربع سنين والمره دي استنيناها خمس سنين، فبنكون مستنيين احتراق كروي، فاكيد هيحصل ده من دور ال 16. قبل ما ندخل في اليورو اسمح لنا نطمن على الاهلي. النهارده تاني ايام التدريب، طبعا حضراتكم عارفين يومين راحه بعد العوده من تونس، وامبارح تمرينه والنهارده تمرينه، وبكره ان شاء الله الفرقه تدخل معسكر مغلق. هيكون معانا زميلنا من داخل النادي الاهلي شريف شعبان، نعرف اخبار المحاضره النهارده مستر موسيماني وكمان التمرينه بتاعت النادي الاهلي اهم تفاصيلها. مساء الخير يا شريف. مساء الخير زميلي العزيز احمد، وبضيفك الكريم طبعا دكتور وليد الحديدي وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا شريف. الحقيقه يمكن نطمن منك على تمرينه النهارده. مستر موسيماني اتكلم مع اللعيبه، اعتقد كان في محاضره فنيه يمكن قبل التمرين، تفاصيل التمرين، مشاركه نجوم النادي الاهلي في تمرينه النهارده. يمكن التمرين كان في الخامسة مساء، وكان حريص الأسطورة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب يكون موجود في مران النادي الأهلي، تحفيز وتشجيع من رمز كبير طبعا هو الكابتن محمود الخطيب اللي بيتابع التمرين لحظة بلحظة من أول بداية المران إلى الآن. التمرين الآن شغال في مرحلة التكتيك، ومستر أو كابتن محمود الخطيب حريص إن هو يتفرج على المران عشان يحمس طبعا اللاعبين طبعا لما بيكون موجود الكابتن محمود الخطيب بالنسبة لهم حاجة كبيرة جدا، كله بيحاول يعني يلفت نظر الكابتن محمود الخطيب، كل بيحاول يظهر لكابتن محمود الخطيب بيفرق حماسيا وتشجيعيا للاعبي النادي الاهلي، وبيبقوا مرتاحين بلغه الكوره ما بيكون موجود طبعا الكابتن محمود الخطيب اللي لسه موجود في مران النادي الاهلي الان. الاهلي بدا مرانه في الخامسه مساء، وكان في محاضره فنيه استمرت حوالي 20 25 دقيقه مستر موسيماني مع اللاعبين، محاضره فيديو اتكلم فيها عن نقاط القوه والضعف لفريق الترجي التونسي، حفظ ادوار كل لعيب في النادي الاهلي محتاج منه ايه الفتره المقبله، حفظ له ادواره وبعته لمحللين الاداء، الاثنين محللين اداء الموجودين بعت فيديو لكل لاعب علشان خاطر يحفظ دوره في الفتره المقبله. مطلوب من لاعبي النادي الاهلي مذاكره دوره في التابلت او الايباد الخاص بيه من النهارده وبكره مرورا بقى الى مباراه يوم السبت. بكره هيكون في معسكر بعد نهايه المران في احد الفنادق في مدينه نصر، والتمرين يوم الجمعه، وباذن الله باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. النهارده حضر يمكن سفير دوله كوريا الجنوبيه، يمكن لف في النادي الاهلي، كان حريص يكون موجود مع رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في جلسه، وكان حريص يكون موجود في ملعب التتش عشان خاطر يشوف الانشاءات، وكان عاجبه جدا الانشاءات داخل النادي الاهلي، قال لك مزيج ما بين الانشاءات الحديثه والطابع الاثر القديم او الانشاءات القديمه جدا، كان عاجبه جدا انشاءات النادي الاهلي وعراقه استاد التتش طبعا وفريق النادي الاهلي. بعد قليل باذن الله هيكون معاك لقاء خاص وحصري لشاشه قناه النادي الاهلي. المران لسه شغال، كل اللاعبين في مران اليوم، وزميلي احمد انت اتكلمت من فتره عن فتره الاجازه الست ايام والكل كان متخوف، وسمعتك كنت بتقول لجماهير النادي الاهلي ما تقلقوش، مستر بيتس موسيماني عارف بيقول ايه، عارف بيدي اجازه ازاي، في مخزون بدني موجود عند لاعبي النادي الاهلي، وبالفعل كلامك كان صح، كلام كل الناس اللي كلمت في قناه النادي الاهلي كان صح، ما شاء الله المخزون البدني بتاع لاعبي النادي الاهلي بخير، النادي الاهلي زار فنيا وزار بدنيا بشكل كويس جدا طبعا. يا رب باذن الله بس التوفيق يكون معانا طبعا. النهارده كل اللاعبين بيشاركوا في المران باستثناء بيكهام باستثناء محمد محمود، لكن باذن الله بعد المباراه باذن الله يكونوا موجودين بصفه منتظمه مع لاعبي النادي الاهلي باذن الله. باذن الله التوفيق بس يكون موجود، وباذن الله باذن الله باذن الله نفوز على فريق كبير هو فريق الترجي التونسي ان شاء الله باذن الله. بشكرك، شكرا جزيلا زميل عزيز شريف شعبان، شكرا جزيلا. دي كانت تفاصيل تمرينه النادي الاهلي، وتاكيدا يمكن على الكلام بتاع شريف، وهسمع رأي طبعا دكتور وليد. احنا اعتقد من الناحيه المعنويه ومن الناحيه البدنيه ومن الناحيه الفنيه اظهرت المواجهه الاولى انه في تفوق واضح لصالح النادي الاهلي، ده معناه حاجه او ممكن يترجم حاجه او ممكن تقرا انه ده تفوق يؤدي نتيجه معينه؟ لا، ما اعتقدش ان كل العوامل دي ممكن تحسم نتيجه مباراه العوده، اعتقد انه احنا في حاجه بس مسه الى التركيز الكامل، والتوفيق طبعا يكون في يكون يومنا زي ما بيقولوا بلغه الكوره، اعتقد ساعتها ان شاء الله باذن الاهلي قادر على تجاوز الترجي، ولا ايه دكتور وليد؟ طبعا متفق معاك. طبعا المباراه الاولى ما نقدرش
طبعا باي حال من الاحوال نقول ان هي حسمت صعود النادي الاهلي للمباراه النهائيه، لكن هي اكدت قدره النادي الاهلي على الصعود، وده بيفرق كتير جدا. الصعود بيعلن وقت صفاره الحكم مع نهايه المباراه الثانيه، لكن الاهلي اثبت انه قادر على الصعود وانه قادر على الحفاظ على لقبه، واثبت انه لسه يمتلك القوه، بل كمان شكل النادي الاهلي وطريقه سيطرته على المباراه وسيطرته على الكوره وتحكمه في الايقاع، لدرجه ان يعني انا شفت بعض الاحصائيات لارقام قياسيه في عدد تمريرات الاهلي في بعض اوقات المباراه وانت بتلعب على رادس وفي ظل حضور جماهيري طبعا. وفي ظل رغبه فريق قدامك وفريق كبير ومع ترجي فريق كبير وفريق ممتلئ بالنجوم. انا ضد فكره التقليل من قوه الترجي، لان الترجي فريق قوي، فريق قوي عنده نجوم في كل الخطوط واصحاب خبرات وفكره ان شفنا له في النسخه دي عروض محترمه جدا في دور المجموعات تحديدا، كان يعني عنده قدره يعني الحقيقه كسب انه يكسب ارضه وبره ارضه، تصدر مجموعته باريحيه كبيره. يعني اقصد اقول ما تقدرش تقول انه دي نسخه، اصل في ناس كتير جدا تقول لك الترجي ده مش الفرقه اللي كانت مدججه بالنجوم، او مش هو اللي حصل على لقب البطوله في 2018. ويمكن كان معنا كابتن زياد المثالي بيقول انه الجيل ده مختلف عن الجيل ده، بس انا شايف الحقيقه انه في عناصر كتير جدا مميزه. يمكن المقدمات اللي حصلت قبل الماتش كانت ليها تاثير سلبي، يمكن قدره موسيماني تكتيكيا التفوق على معين الشعباني ساهمت في وجود افضليه للنادي الاهلي. الناحيه البدنيه اعتقد كانت عنصر حسم، يعني في حاجات كتير ساهمت في ده يا دكتور وليد. هو انا عجبني الثقافه المزروعه في اذهان لاعبي الاهلي سواء من جانب الجهاز الفني او من جانب اداره النادي الاهلي، ان انت الاهلي وصل لمرحله انه بيلعب جوه ارضه زي ما بيلعب بره ارضه. فكره ان الضغوط اللي ممكن النادي يتحملها هو بيلعب خارج ارضه في افريقيا اللي كنا بنشوفها زمان، اللعيبه وصلت لمرحله من الثقافه الكرويه بين قوسين ان هي بتقدر تزيح كل هذه الضغوط وتلعب مباراه جيم كانه بيلعب في استاد القاهره، كانه مزبوط. بيلعب في استاد الاهلي والسلام. ال 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 الثقافه دي احنا كنا مفتقدينها في الكره المصريه، ومن كام سنه بدانا نشوفها بشكل واضح في النادي الاهلي، وشفناها كمان بدايه من دور المجموعات. يمكن بدايه الاهلي دور المجموعات ما كانتش على المستوى المطلوب، لكن هذه الثقافه هي اللي خلتهم مثلا يروحوا يعودوا بفوز من الكونغو، رجع لهم تاني الحضور في المجموعه، والاداء الرائع قدام سان داونز في بريتوريا، ثم الاداء فوق الرائع قدام الترجي في تونس. كل دي تفاصيل بتصنع بطل، والاهلي اوريدي هو بطل هذه النسخه. اتمنى ان النادي الاهلي في مباراه العوده باذن الله انه يلعبوا كان، وانا متاكد ان ده هيحصل، بس احنا لازم برضو نقول الكلام ده ولازم يعني ننادي بيه ان خلاص الجيم الاولاني خلص وانت بتلعب كانها 0-0 وبتلعب انسى الماتش اللي فات خالص من صحيح. الصفر، وده اكيد اللي هيعمله لعيب النادي الاهلي وجهازهم ان شاء الله. النقطه الاخيره بس معلش ان أنا من خلال رسالة زميل شريف طبعا أنا لاحظت أن في تركيز كبير، لأن في بعض المواضيع المصارعة حاليا في الوسط الكروي اللي لها علاقة بالنادي الأهلي، اللي هم أهم موضوعين، موضوع الأولمبيات واللعيبة اللي ممكن تشارك في الدورة الأولمبية من النادي الأهلي، وهل هتشارك ولا مش هتشارك، ولو وصل النادي الأهلي مباراة النهائية وغيره. والقصة الثانية طبعا القصة الثانية اللي هي الخاصة بالحضور الجماهيري، وأن كان في أمل كبير عند لعيبة النادي الأهلي أن هي تلعب وتصعد إن شاء الله للمباراة النهائية قدام جمهور يا رب، يعني أتمنى ده. لكن القضيتين أنا لاحظت من خلال الرسالة ان هما مش مسار احاديث جانبيه، كل الناس مركزه في تمرينها، كل الناس مركزه في مباراتها، وهو ده الاهم بالنسبه لي كمتابع بعين الصحفي او بعين الناقد. صحيح، هو الموضوع مش موضوع مكسب وخساره، الموضوع مش موضوع كوره في المقام الاول والاخير، وزي ما قلت في بدايه الحلقه لو كنت حضرتك متابعنا انه الفرقه اللي كسبت الترجي على ارضها وسط جمهورها قادره هنا حتى ولو بدون حضور جماهير انها ان شاء الله تحسم المواجهه، لكن الفكره يعني ناحية معنوية انك انت تدعم ممثل مصر في بطولة افريقيا، والحقيقة الاهلي ما بيأثرش ابدا، دايما رفع اسم مصر ومشرف مصر في كل المنافسات قارية وعالمية، عشان كده بقول ان الولاد يستحقوا انه طبعا. يبقى في يعني دعم معنوي ليهم، واعتقد انه الاهلي يعني 5000 ولا 10000 حضور جماهيري مش هم اللي هيعملوا الفرق، لكن احساس اللعيبه انه في ملايين بتقدم لهم الدعم حتى وسندهم وواقفه في ظهرهم حتى لو مش موجودين في الاستاد، ده الحقيقه اللي يمكن يكون الدعم الحقيقي اللي وصل لهم. وفي بعدين مهمين، اول بعد ان دي خطوه اولى لعودة الحياة، يعني العالم كله بيحاول دلوقتي انه يرجع الحياة لطبيعتها في المدرجات، فدي قد تكون خطوة أولى لو حصل
وان احنا نرجع شكل الحياه الطبيعيه ولو باعداد محدوده نقدر نسيطر عليها. والخطوه الثانيه ان دي كمان طبعا انت عارف في اتجاه عند الدوله المصريه دلوقتي ان كل الشعب ياخد اللقاح الخاص بالكورونا وان كل الشعب يكون محمي لان هو دي وسيله الحمايه الوحيده طبعا بالنادي من خلال شاشه قناه الاهلي ان الناس كلها تكون حريصه على ده في مصر. فانا مثلا جالي رسائل والله لسه يعني النهارده من بعض جماهير النادي الاهلي بيقولوا احنا كنا حريصين ان احنا نسعى في شغلنا ان احنا ناخد اللقاح لما عرفنا ان في احتمال ان النادي الاهلي يلعب بجماهير عشان يكون عندنا فرصه نحضر فايفنت زي ده او حدث زي ده مباراه للنادي الاهلي قبل النهائي هتشجع ناس كتير جدا ان هم يعني احيانا بتكون مباراه كره قدم اقوى من 100 رساله اعلاميه. صحيح فهي دي البعدين اللي حابب اتكلم فيه. لكن طبعا في الاخر هي الجهات الامنيه والسلطات الصحيه اكيد عندها الرؤيه الاوسع احنا بس بننادي وبنتمنى ان شاء الله باذن الله. طيب خليني بمناسبه كلامك عن سداسي المنتخب اعتقد انه كابتن شوقي في موقف لا يحسد عليه. كابتن شوقي غريب طبعا مدير فني لمنتخب مصر الاولمبي. ليه الكلام ده؟ بدايه في يعني بدايه مبشره، حضراتكم عارفين ان الاتحاد المصري خاطب الاتحاد الافريقي عشان يبقى في تغيير في موعد مباراه النهائي بتاع دوري الابطال تحسبا لانه ان شاء الله باذن الله ونتمناها كذلك طبعا الاهلي يوصل المباراه النهائيه. المباراه النهائيه كانت متحدد لها يوم 17. يوم 17 معناها انه سداسي الاهلي في المنتخب الاولمبي ومعاهم محمد الشناوي اللي كابتن شوقي عنده رغبه في انه يضم البعث المنتخب الاولمبي في طوكيو مش هتشارك في الاولمبياد. ليه؟ لانه الفقاعه الطبيه اللي اقرتها اللجنه المنظمه لبطوله الاولمبياد طوكيو قالت انه الميعاد الاخير هو يوم 17 للدخول الفقاعه، وده معناه انه لو لعبت الاهلي لعبت يوم 17 مش هتقدر تسافر وتدخل مع البعثه وبالتالي يحرم المنتخب الاولمبي. الكاف وافق مبدئيا وده يعني بادره خير ونتمنى ان شاء الله باذن الله. اعتقد احنا كده في انتظار موافقه الترجي. لا الطرف الثاني اللي هو الوداد او لانه كازر ان شاء الله باذن الله يكون الاهلي طرف يبقى الوداد او كازر تشيبس. وفي الحاله دي من الممكن انه النهائي يتلعب يوم 15 وده ان شاء الله يحل المشكله من ناحيه. لكن على الناحيه الثانيه دكتور وليد كده عندنا صلاح وكده عندنا مصطفى محمد احتمال كبير جدا لانه الانديه سواء جلاتا سراي او ليفربول رفضوا مشاركه النجمين المصريين مع المنتخب الاولمبي. هو طبعا ده كان واضح من بدري واحنا كنا بنحاول يعني نخدع انفسنا ونقنع نفسنا ان محمد صلاح هيكون موجود في قائمه الاولمبياد. خلينا نبدا بالنقطه الثانيه الاول. لكن ده كان صعب جدا حتى اتيتيود محمد صلاح لما رجع مصر وسافر الاجازه وسافر الغردقه وكان في اجواء بعيد خالص عن مجال انه يدخل بقى تاني معسكر اعدادي ويلعب اولمبياد في شهر 7. فكان واضح جدا ان ليفربول موصل رسائل او رساله تلو الاخرى من خلال حتى الاعلام الانجليزي والمواقع المحسوبه والقريبه من مصادر القرار في ليفربول ان ما فيش هتكون اي موافقه على سفر محمد صلاح. وكذلك الحال حظه بقى مصطفى محمد ان جلطة سراي اضطر يدخل دور تمهيدي في بطوله دوري ابطال اوروبا وكمان هتكون مباراه صعبه قدام بي اس في ايندهوفن. فلازم طبعا فاتح تريم مستحيل يتنازل عن صفقه هو شاريها عشان تدعمه من الاساس في دوري ابطال اوروبا لما يصعد. فالموضوع طبعا اعتقد اعتقد انه على مستوى الاثنين لعيبه اعتقد انه كمان عندهم هم الاثنين دوافع وطموح كبير للمشاركه في الـ في الـ في الـ في الاولمبياد. يعني بيتهيألي اي لاعب بيحلم انه يشارك في كاس عالم او بيشارك في اولمبياد لو كان عنده الفرصه او منتخبه متاهل وبالتالي بيتهيألي الدوافع دي موجوده عند صلاح. وبيقال انه في محاولات من ناحيه صلاح نفسه مع اداره ليفربول لاقناعهم بان هم يسيبوه يشارك مع منتخب مصر الاولمبي. صلاح طبعا بيحمل امال من نوع خاص لان صلاح لسه لحد دلوقتي عنده فرصة انه ينافس على توب ليست مثلا في افضل لاعب في العالم او البالون دور. وصلاح عنده تارجت انه لو عمل انجاز مع منتخب مصر في الاولمبياد يعوض لانه ما عملش انجاز مع ليفربول السنة دي. فيقدر يدخل نفسه لو كان احد نجوم الدورة الاولمبية. وكذلك مع مصطفى او لو حقق ميدالية طبعا هتكون لاول مرة او لو حقق ميدالية مؤكد طبعاً. وكذلك طبعاً. الحال بالنسبة لمصطفى وجوده يرفع من اسهم منتخب مصر في تحقيق ميدالية ان شاء الله. نتمنى المحاولات دي تنجح. خليني اروح مع حضراتكم ومع دكتور وليد زيارة سفير كوريا الجنوبية النهاردة سيد هونغ جين ووك لنادي الأهلي. يمكن لقطات شفناها أثناء جولة من لحظات بياخدها في نادي الأهلي. خلينا نشوف تفاصيل اللقاء ونرجع نكمل كلامنا بقى عن اليورو مع دكتور وليد الحديد. بنرحب بمعالي سفير كوريا الجنوبية في جمهورية مصر العربية وبالتحديد داخل النادي الأهلي وعاوزين نعرف سبب زيارة معالي السفير داخل مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة. They are asking, they are first welcoming you and then they are asking about the reason why you visited the Ahli club today. Well, definitely I knew about this
I mean, esteemed club since my arrival here in Cairo, but I didn't know, you know, how to come here. But definitely thanks to the fact that I do have a wonderful friend, like Nihal and her mother, I was privileged to visit this wonderful club. It's a good, very lucky day for me. But I really wanted to visit, you know, Al Ahly club. Very much. هو بيقول ان هو ما كانش يعني كان سمع عن النادي الاهلي اكتر من مره من اول ما جه القاهره بس ما كانش عارف ازاي يجي. وبعدين بيقول شكرا لصديقتي نهال ولمامتها ان هم سهلوا لي الزياره. قابل النهارده رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وطبعا رئيسه الاسطوره كره القدم ورئيس نادي القرن الكابتن محمود الخطيب. عاوز اعرف انطباعه بعد زياره الكابتن محمود الخطيب. Today you met Captain Bibu. What is your impression about the meeting? Fantastic. He is the virtually the most famous national football hero of Egypt, and he's so humble, and he's very still very handsome and healthy man. And we talked about the possible cooperation between Al Ahly and Korean football professional football club. So it was a very impressive and very privilege for me to meet with such a Egyptian national hero and to talk about the possible cooperation between my country and Egypt in the field of football games. So it was a unforgettable moments of my life. Thank you. دي كانت اوقات لا تنسى. هو مبسوط جدا من قعدته مع كابتن الخطيب واتناقشوا في امكانيه ان هو يبقى في تعاون ما بين السفاره وما بين الناشونال تيم بتاع كوريا وما بين الناشونال تيم بتاع كوريا وهنا والنادي. وهو سعيد قوي بالوقت ده. يعني بعد ما يعني زار النادي الاهلي وشاف دولاب بطولاته والملعب التاريخي ملعب التيتشي وزار النادي الاهلي وشاف كل معالم النادي الاهلي، انطباعه ايه عن النادي الاهلي بصفه الانشائيه والعراقه والتاريخ اللي موجود في مقر الاهلي بالجزيره؟ After visiting the Ahli Club and seeing the buildings under construction and the buildings that are constructed already and the historical places and building, what are your impression? Yeah, I was surprised to see that it is mixed with very old buildings and new ones, and some buildings are still under construction. By the way, it has a wonderful like combination of old and new. And what is unbelievable, what is very surprising is to see that all... Okay. We will repeat the same question again. Right. So yes, I was surprised to see that there are also very, historic buildings. And there are also new buildings and buildings still under construction. But I can see a very good combination of old and new. But what is most impressive is that I was able to see that every facilities is open to the public, open to your members, very friendly environment in order to retain the loyalty and popularity among your members. I think everything should be open to them. For example, while the Al Ahly players are practicing here, people can see them practice. This is something very great. So I love this kind of very open and friendly environment. هو مبسوط قوي ان البيئه هنا هي فريندلي جدا، صديقه جدا، وان هنا الجمهور ممكن وهو قاعد يتفرج على التيم وهو بيتدرب، ودي حاجه جميله. وحابب ان هم فاتحين كل حاجه، يعني النادي مفتوح بشكل كبير للجماهير بتاعته وللاعضاء بتاعته ومشجعين الاعضاء بتاعتهم. ومبسوط ان هو شايف كل البيلدينجز العريقه دي وكل الانشاءات العريقه دي، ومبسوط كمان من المزيج اللي ما بين الحضاره والحاجات القديمة. يعني مثلا زي صالة ريتب هنا هي قديمة، شايف برضو حاجات تانية، إنشاءات جديدة وحديثة.
بس. عاوز اعرف بقى اخيرا النادي الاهلي في كوريا، انا عارف قال لي شعبيه كبيره في دوله كوريا الجنوبيه، عاوز اعرف مدى شعبيه النادي الاهلي في كوريا الجنوبيه، وهيكون حريص انه يشجع النادي الاهلي في محافله القادمه وهو متواجد في جمهوريه مصر العربيه ولا لا؟ اوكي. He is asking about the popularity to what extent the Ahli club is popular in Korea, and if you would encourage or watch Ahli club during their next matches. Yeah, definitely. In Korea, also Egypt is well known to Korean people, and we know that Egypt is a very strong football nation, but. Of course, many people do not know exactly about Al Ahly and Zamalek. But since there are more than like 1,000 Korean people living here in Cairo, when they go back to Korea, they say about the very big match between Al Ahly and Zamalek. So it's getting more and more popular. But for Egyptian football, everybody knows Mohamed Salah. Playing at Liverpool. So Egyptian football is very popular in Korea. لعبة الكرة أو مصر معروفة بلعبة كرة القدم. ممكن يكون الكوريين مش عارفين الأهلي والزمالك يعني بالتحديد، بس مثلا في هنا عدد كبير من الكوريين في مصر، هم عارفين إن مثلا بيبقى في ماتش مهم للأهلي والزمالك، فهم بينقلوا للكوريين هناك إن في ماتش مهم للأهلي والزمالك. الكوريين عارفين محمد صلاح كويس قوي. بس تمام. بنرحب بيه في نادينا نادي الاهلي، وبنتمنى له التوفيق، ونتمنى الزياره تتكرر مره ومرات كمان. He is thanking you and welcoming you and hoping for you to have a good visit and to replicate your visit. Thank you very much. شكرا جدا. شكرا. ضرب نار النهارده فرنسا والبرتغال، ضرب نار، خصوصا ان الموقف لغايه دلوقتي في اللحظه في المجموعه اللي يعني اطلقنا عليها مجموعه ناريه لم يحسم بعد، وخصوصا بعد طبعا فوز المانيا على البرتغال بنتيجه 4-2 اصبح الموقف متازم ومش معروف لغايه اللحظه دي مين اول ومين تاني، وخصوصا كمان ضيف على ده انه لقاء بين البطل والوصيف ولقاء خاص جدا بين امبابي وبين رونالدو. ازاي بتشوف اللقاء النهارده يا دكتور وليد؟ طبعا يعني لقاء منتظر طبعا، ام المعارك هي دي، ام المعارك الكرويه. احنا كنا قبل البطوله مستنيين المباراتين اللي هتجمع الاولى بين فرنسا والمانيا، او الثلاث مباريات فرنسا المانيا المانيا البرتغال برتغال فرنسا. صحيح. لان هي دي مجموعه الموت، واحده من اصعب المجموعات. انت فاكر انت قلت مين هيتاهل؟ فاكر طبعا. فقلت فرنسا والمانيا. تمام. بص هو لسه التوقع قائم، فربنا يستر النهارده. لسه النهارده في كراسي موسيقيه. انا بص يعني الزمايلي في الاعداد والاخراج وانا داخل قالوا لي كله متسجل. ايوه. هنجيبه لك الحلقه الجايه. صحيح. فربنا يستر عشان انتوا ما بتنسوش. هو لغايه اللحظه دي عندنا اسبانيا سلوفاكيا 2-0 اسبانيا، وعندنا بولندا والسويد 1-0 لصالح السويد، وعندنا بالليل بقى المجر المانيا بيتهيألي، ولو ان المجر الحقيقه عملت نتيجه كويسه قدام فرنسا المرشح الاول البطوله تعدت معاه 1-1. تتوقع ان يكون في مفاجات برضه مع المانيا؟ المجر انا الحقيقه كنت متوقع تقدم مستوى جيد، لان انا كنت باعول على 67,000 متفرج اللي هيحضروا لها في المدرجات، ودي يعني قوه دافعه لاي حد. وبالفعل هم لحد الهدف الاول في مباراه البرتغال ادوا بشكل كويس، لكن انهاروا بسبب قله الخبرات، ثم التعادل الرائع طبعا مع بطل العالم منتخب فرنسا. لكن النهارده هم هيلعبوا في ميونخ، فالافضليه بتاعه اللعب على الارض والجمهور دي هتكون مش موجوده، فاعتقد ان المنتخب الالماني قادر بعد مستوى مباراه البرتغال انه يتخطاهم يعني بسهوله. طيب قبل ما ندخل في فرنسا والبرتغال بالتفصيل، تعال نشوف كده اهم العناوين الصحف قالت ايه على الماتشات بتاعه المنتخبات الاوروبيه في اليورو. نبتدي بسبورت الاسبانيه. طيب نروح للاول الصحف البريطانيه. سان سبورت قالت طبعا ركزت على فوز انجلترا على منتخب التشيك 1-0. وطيب نروح لسبورت الاول وقالت الحقيقه انه لاروخا بتكلم طبعا على المنتخب الاسباني، وكلمت كمان على ديمبلي عثمان ديمبلي نجم برشلونه انه خارج البطوله. المنحوس. المنحوس صحيح. لعيب امكانياته يعني من ايام ما كان في بروسيا دورتموند، تقول ده مستقبل طبعا. فرنسا طبعا. في كره القدم، ورغم كده من اصابه لاصابه لاصابه سواء مع البارسا او مع منتخب فعلا. فرنسا. طيب نروح ل الموندو ديبورتيفو اللي كتبت الحقيقه يمكن خوردي البا تتصدر الغلاف واحتماليه انتقاله للانتر، انتر ناسيونالي طبعا الايطالي.
ويمكن في كتير من الصفقات اللي على هامش اليورو. دكتور وليد ناس كتير بتتكلم على انتقالات، وهستعرض مع حضرتك برضو اهم الاخبار. وطبعا وي دونت جيف ان اف، ده طبعا العنوان اللي تصدر صحيفه ذا سان او الميرر تحديدا. رحيم ستيرلينج طبعا اللي تالق، اعتقد انه اعاده اكتشاف سان سبورت تكلم على رحيم ستيرلينج ودوره في مع منتخب انجلترا في بطوله اليورو. طبعا ظهر يعني بوجه مختلف عن اللي ظهر عليه السيزون ده في الدوري الانجليزي مع مانشستر سيتي، كان بعيد عن حسابات جوارديولا بشكل كبير لانه اداؤه كان متراجع الحقيقه. لكن نقدر نقول لجاري ساوثجيت هو من اللعيبه اللي عنده قناعه كبيره جدا بيهم واداله ثقه، وبالتالي كان على قدر هذه الثقه لحد دلوقتي. ميرور سبورت قالت انه الفوز الان، وطبعا كل ده على خلفيه فوز منتخب انجلترا على التشيك. بعتقد انه المنتخب الانجليزي يعني قدم عروض جيده في دور المجموعات وقدر ان هو يتاهل طبعا ونتائج منطقيه. حتى التعادل مع اسكتلندا، هو ديربي بريطاني يعني دايما النتائج فيه بتبقى الماتش بيبقى صعب، يعني اسكتلندا خسرت ماتشين وقدام انجلترا يعني خرجت بنقطه تعادل عملت مستحيل، لان هو المباراه بتحمل يعني وجه الكرامه بالنسبه لهم دايما الدربيات دي. لكن برضه الصحف الانجليزيه انت عارف في حاله تفخيم بتبقى كبيره قوي في المنتخب الانجليزي، وان كنت اتمنى ان المنتخب الانجليزي يكمل مشواره ونشوفه لحد دور الثمانيه على الاقل، عشان انا بزعل لما حد من الكبار بيخرج الحقيقه. صحيح. نروح لايطاليا وتحديدا كوريري ديلو سبورت، والحقيقه اللي يمكن اتكلمت في المنشط الرئيسي على طبعا مواجهه فرنسا والبرتغال، وقالت انه رونالدو من اجل اثبات الذات للبي اس جي النادي الفرنسي الاشهر طبعا، والكلام كتير كان عن انتقاله لباريس سان جيرمان بعد البطوله، ومن الممكن زي ما حضرتك قلت برضو كنا بنتكلم في الفاصل انه يكون انتقال رونالدو للبي اس جي هو كمان متزامن مع انتقال امبابي لريال مدريد. ما هو في السرعه العبقريه اللي احنا رجعنا منها بعد الفاصل طبعا، والتحدي بين امبابي وكريستيانو رونالدو، امبابي ماسك كاس العالم ورونالدو ماسك كاس اليورو طبعا، كل واحد فيهم بطل اخر بطوله كبيره، كل واحد فيهم عنده لقب كبير، كل واحد فيهم سوبر ستار، وان كان طبعا رونالدو الاستمراريه لكن هو القادم امبابي، فهو كمان هيكون تحدي من نوع مختلف، لان زي ما انت قلت واحنا اتكلمنا ان في كده عمليه تبادل ادوار، رونالدو قد ياخذ مكان امبابي في باريس سان جيرمان، وسبحان الله قد يكون امبابي يبدا رحله نجاح مشابهه لرحله نجاح كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد، وبالتالي الاسمين مرتبطين ببعض بشكل كبير طبعا، بخلاف التحدي العظيم الكبير الكروي اللي هيكون في مباراه النهارده. نتكلم على ماتش النهارده بقى الفرقتين. يعني انا كنت السؤال اللي سالته بعد ماتش، انا كان من وجهه نظري ماتش المانيا والبرتغالي واحد من افضل الماتشات اللي اتقدمت طبعا في دور المجموعات، لكن كان السؤال ازاي منتخب زي المنتخب البرتغالي حامل اللقب ومدجج في كل الخطوط، يعني من اول روبن دياز وبيبي في خط دفاعه، جواو كانسيلو كمان في خط الدفاع، عندك خط هجوم وخط وسط ناري، دييغو جوتا، برناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، برونو فرنانديز، بتتكلم على منتخب يعني منتخب بطل معظمهم في التوب فورم كمان، ومعظمهم في التوب فورم، وازاي يخسر قدام منتخب المانيا بعد ما كان متقدم كمان بنتيجه 4-2، وفرصه النهارده في مواجهه فرنسا طبعا لقاء في منتهى الصعوبه. شوف، هو روبرتو مارتينيز المدير المدير الفني، لا اسمه ايه، اسمه تاه من على بالي هجيبه واحنا جاي، مدير فني المنتخب البرتغال سانتوس سوري، لان الاثنين اصل مارتينيز وسانتوس بالنسبه لي من الاسامي اللي انا مقتنع جدا بيهم وشايفهم اندر ريتد بشكل كبير. أوكي. مدير فني طبعا مارتينيز للمنتخب بلجيكا، وسانتوس مدير الفني للمنتخب البرتغال. الاسمين على الرغم من الاداء الجيد اللي بيقدموه مع منتخباتهم، لكن طبيعه الكوره بتاعتهم المنضبطه الى حد ما بعيدا عن شكل الاشكال التيكي تاكا وفتح الملعب، فدايما بتخلي اساميهم مش مطروحه في قوائم الافضل بشكل كبير، فبالنسبه لي انا بحس ان الاثنين دول مظلومين. لكن سانتوس الحقيقه المباراه اللي فاتت كان بعيد عن التركيز، لانه كان عنده جبهه واضح جدا ان هي مخترقه بشكل مستمر طول المباراه، اللي جاب السيميدو طبعا اللي كان بيلعب عليها جوسنز، وجوسنز ده كمان من اكتشافات اليورو السنه دي، الظهير الرائع للظهير الجناح بقى لاتلانتا والمنتخب الالماني، واحد اللعيبه اللي هيكون ليها مستقبل كبير جدا في الكره العالميه، واحد الاسماء اللي هتكون مطروحه في سوق الانتقالات بشكل كبير بعد اليورو، بما اننا جبنا سيره سوق الانتقالات. يعني
قاعد ما كانش مركز انه مخترق من هذه الجبهه، وكل هجمات المنتخب الالماني تقريبا زي طبعا بعض التوفيق في هدفين عكسيين في بدايه المباراه لصالح المانيا، لكن ده ما ينفيش ان كان في تسيد الماني للمباراه من الدقيقه الاولى لحد الدقيقه الاخيره. حتى الهدف بتاع البرتغال طبعا هجمه مرتده صنعها من البدايه كريستيانو رونالدو بتحرك عظيم ثم هو اللي انهاها كمان. فنقدر نقول ان تفوق يواكيم لوف على سانتوس في المباراه، تفوق تكتيكي زائد جوه الملعب معظم لاعبي البرتغال كانوا اوت اوف ذا فورم. الماتش ده كان فيه لقطه يمكن اثارت اهتمام الصحف ونجوم الكوره، حتى يمكن اعتقد كنت قريت تصريح لكلينسمان طبعا مهاجم المنتخب الالماني بينتقد فيه بشده، عارف اللقطه اللي رونالدو شمس فيها روديجر مدافع المانيا وراح لاعب الكوره بكعبه وعمل انه هياخدها بايده، اللقطه دي الصحافه ركزت عليها كتير وناس كتير جدا وتحديدا في المانيا هاجموا رونالدو ووصفوه بان هو يعني في حاله استعلاء او حاله غرور. ده حقيقي هو رونالدو هو اوقات بيحب يستمتع برضه، لكن الالمان انت عارف لا هم مش الدرجات يا دكتور يعني النتيجه والدنيا مش ماشيه، بس هي الفكره ان التصريحات اللي خرجت من المانيا ومن كلينسمان وغيره قال لك احنا لو لاعب الماني اللي في الموقف ده مش هنعمل كده لاننا ما بنفكرش بالشكل ده. فكانه يعني كان بيضرب، هو بيرد، هو اعتبرها اهانه فبيرد الاهانه في صميم الشخصيه او التكوين في قلب كريستيانو رونالدو. يعني احنا ما بنهتمش بين قوسين بالتفاهات. طيب تعالى نتابع الارقام الخاصه بمشاركه فرنسا وبرتغال، بس بعد ما نروح لفاصل اخير وسريع جدا ونرجع نكمل نستعرض مع حضراتكم بقى ارقام المنتخبين في يورو 2020. ديشان في مواجهه سانتوس، فرنسا في مواجهه البرتغال، امبابي في مواجهه رونالدو، النهارده في ارض الملعب كتيبه تتخطى قيمتها المليار دولار، هل نشوف بقى مستوى مردود يا دكتور وليد يوازي او يساوي المليارات اللي بنتكلم على الحقيقه يمكن اهم نجوم العالم في المنتخبين؟ طبعا لو ما شفناش النهارده هنشوف امتى؟ يعني اولا كل النجوم حاضره، المعطيات بتاعه المباراه لازم كل فريق يفوز، مفيش حاجه اسمها تعادل، مفيش حاجه اسمها الهزيمه، وان كان التعادل يخدم فرنسا الى حد ما، بس ما تضمنش الصداره. صحيح. يعني الصدارة. فرنسا لو خدت مركز ثاني هتلاعب انجلترا، فهي ليه تدخل نفسها في مواجهه صعبه وهتلاعب انجلترا في كمان في ويمبلي وفي جماهير وبتاع طبعا. فيعني اكيد كل واحد بيتحاشى انه الصدمات الكبيره دي مبكره، لكن الثلاثه الكبار في المجموعه المانيا فرنسا البرتغال كل فريق منهم عنده فرصة في الصدارة النهاردة. طبعا يعني أي حد منهم بيطمح أنه يفنش الدور المجموعات متصدر للمجموعة بتاعته. بالظبط. طب نتابع معاك تقرأ لنا كده، يعني لو ابتدينا مقارنة على مستوى المشوار الأرقام بتاعت كل منتخب في البطولة. طبعا هو كل فريق منهم لعب مباراتين، الجولة الأولى والثانية، فرنسا فازت وتعادلت فبالتالي حصدت 4 نقاط في مقابل خسارة وفوز للمنتخب البرتغالي برصدها 3 نقاط. طبعا التعادل كان من نصيب فرنسا في مباراه، قلنا البرتغال فازت طبعا مع المجر، لكن البرتغال خسرت من المانيا وفازت على المجر في المباراه الاولى. فرنسا احرزت 2 بس، ودي حصيله برضو مش كبيره بالنسبه لبطل عالم وعنده بالنسبه لجريزمان وبنزيما كنا عمالين نعد في الهجوم والسرعات احرزوا 2 بس في المقابل 5 اهداف لمنتخب البرتغال، ودي حصيله جيده. وطبعا رفعها 3 اهداف في المباراه الأولى قدام منتخب المجر، ولما فتحت يعني في آخر المباراة. فرنسا هجومها أكيد أفضل من دفاعها أفضل من البرتغال، لأنها استقبلت 1 بس من منتخب المجر في مقابل 4 أهداف استقبلتها البرتغال، كلهم طبعا كانوا من المنتخب الألماني. طيب نشوف بقى المديرين الفنيين اللي بيتحكموا في الكتائب دي. يعني أنا قلت إنه فرنسا في بداية البطولة عندها فرقتين ينفع إنها تشارك بيهم في تبقى عقلية ديدييه ديشان، صحيح هو وصل معاهم للقب كأس عالم لكن لغاية دلوقتي ما قدموش في البطولة دي المردود اللي يقول إن فرنسا تليق بإنها تكون مرشح أول، ونفس الحكاية بالنسبة للبرتغال اللي برضه منتخب يعتبر حامل لقب، يعتبر مدجج بالنجوم، ما قدمش المردود اللي يقول إنه جاي يدافع عن اللقب. نشوف المقارنة ونقرا معاك أرقام الاتنين مديرين فنيين مع منتخباتهم. طبعا 2 من ابرز المديرين الفنيين دلوقتي باعتبارهم، يعني احدهم بطل العالم واحدهم بطل اليورو، ديدييه ديشان هو المدير الفني منتخب فرنسا، خاض معاهم 115 مباراه
في مقابل 86 مباراة خاضها فرناندو سانتوس، 76 فوز لديدييه ديشان مقابل 54 فوز لسانتوس مع منتخب البرتغال، 21 تعادل حققهم ديشان مع فرنسا في مقابل 18 تعادل لسانتوس مع البرتغال، واتهزم ديشان 18 مباراة في مقابل 14 هزيمة لسانتوس. أحرز ديدييه ديشان مع أو منتخب فرنسا بقى أحرز 227 هدف مع ديشان في مقابل 180 هدف أحرزهم المنتخب البرتغالي مع فرناندو سانتوس، واستقبلت شباك المنتخب الفرنسي مع ديدييه ديشان 93 هدف في مقابل 70 هدف استقبلتهم شباك المنتخب البرتغالي. الحقيقة الاثنين مدرستهم قريبة من بعض. احنا كنا اتكلمنا في الحلقة التقديمية لليورو وقلنا ان ديدييه ديشان مش من انصار الكرة اللعب المفتوح والمثلثات والتيكي تاكا، هو عارف ان عنده سرعات وقوة بدنية ومهارات، لكن هو بيوظف هذه المهارات في شكل تكتيكي معين، ان هو عنده التزام وانضباط لأقصى مدى ممكن، ثم الاعتماد على السرعات طبعا متمثلة في مبابي، متمثلة في جريزمان، المتمثلة في كريم بنزيما بعد عودته طبعا، زائد خط الوسط الرائع جدا بقيادة كانتي وبوجبا وتوليسيو أو رابيو على حسب اللي بيلعب. في المقابل المدرسة قريبة جدا كمان، وإن كان الالتزام الدفاعي والشكل الدفاعي المنتخب البرتغال أقوى كمان مع فرناندو سانتوس، لأنه مثلا البطولة اللي فاتت في يورو 2016 صعد على المجموعة بثلاث تعادلات، ما حققش أي فوز، وصعد من ضمن أفضل تواليب بفارق هدف واحد، ومع ذلك كمل مشواره بأقل عدد أهداف ممكن لحد ما كسب طبعا خطف فرنسا بواحد. وده بعد مهم من أبعاد مباراة النهاردة، طار طبعا طار بين الاثنين مدربين غير طار المنتخبين. أيوة. لأن سانتوس في باريس خطف اليورو من بين أنياب ديشان، وكان ديشان في هذه بعد هذه البطولة على أعتاب يعني الإقالة، وتلقى نقد لازع للغاية. أنا فاكر أنا يعني عناوين الصحافة الفرنسية اللي مرحبت إن هي لايت كده، يعني ده الصحافة الفرنسية فرنسا بقى كان في هجوم فوق ما تتخيل طبعا. ومع ذلك طبعا الاتحاد الفرنسي تمسك بيه، وبالفعل هو أثبت إنه جدير وفاز بالمونديال بعد. على مستوى النجوم الأفراد يعني، أنا بيتهيألي في أكتر من مواجهة فردية، يعني حضرتك يمكن اتكلمت في الأول بعد الدخول على لقطة مبابي وهو ماسك كأس العالم وكريستيانو رونالدو وهو ماسك كأس أوروبا، إنه المواجهة بين الأيقونة كريستيانو رونالدو والأيقونة القادمة الخليفة المنتظر. وأعتقد كمان ممكن نقول في مواجهة بين بنزيما وبين رفيق الدرب والكفاح وكريستيانو رونالدو، بعد برضو ما كان في نوع من انواع صحيح كانوا زملاء في فريق واحد، لكن برضو كان في الحته دي بينهم دايما والمقارنه دايما. الميديا هي كمان اللي صنعتها والجماهير، لان دايما الوقت ده كان كريستيانو رونالدو كان هو طبعا كريست التورتا، وكان هو واخد اللقطه، وكان هو النجم الفريق الاوحد، وكان ساعتها الكلام عن كريم بنزيما كان عدد اهدافه معدل اهدافه اقل من دلوقتي، وكان دايما يقال عليه انه مهاجم يفتح المساحات لكريستيانو رونالدو وغير مطلوب منه التهديف، وكان محطوط في بوتقه كده وفي كورنر مش كورنر راس حربه، وكان بيتعرض لانتقادات حتى من جماهير ريال مدريد انفسهم. الحقيقه كريم بنزيما بعد رحيل كريستيانو رونالدو اثبت ان هو مهاجم يعتمد عليه، ومهاجم من الطراز الرفيع، ومن ضمن منتخب فرنسا بعد سنين طويله جدا، اضطر يعني اكبر الاتحاد الفرنسي وديدييه ديشان على استدعائه من جديد، ومش بس لمجرد انه اسم، لا هو فعلا بيقدم مواسم رائعه، كان احد اهم اسباب فوز ريال مدريد بالدوري السنه اللي قبل اللي فاتت بقى، بما ان خلاص السنه دي خلصت لاتلتيكو مدريد. فدي مواجهه اثبات ذات لكريم بنزيما، لانه في مباراه زي دي لما يواجه كريستيانو رونالدو ويخرج كريم بنزيما متالق ومحرز اهداف، لو كمان هو لسه ما سجلش لحد دلوقتي في اليورو بعد الهاله والبروباجندا اللي اتعملت على عودته، فاعتقد دي هتكون مواجهه مهمه جدا. كمان في مواجهه تانية في وسط الملعب بين الرفيقين والصديقين برونو فرنانديز وبول بوجبا، الاثنين الزميلين في مانشستر يونايتد، وبرضه الحقيقه قدوم فرنانديز لمانشستر يونايتد كان هيترتب عليه رحيل بول بوجبا او اقتراب بول بوجبا من الرحيل، لانه قيل ان ده خد ادواره، وان كان سولشاير قدر يعمل يعني الهارموني والميكس ما بين الاثنين، ففي بينهم برضه تحدي كده بنوع مختلف. فهي المباراه الحقيقه مليانه تفاصيل، احنا لو قعدنا ندور كده في الارقام نتمنى بس انها يكون فيها كره ممتعه النهارده، نتمنى. عموما البطوله افرزت على المنتخب، يعني احنا كنا بنتكلم الاول في مقدمات على انه المنتخبات باسمائها وقدرات نجومها، النهارده بعد واحنا بنفنش دور المجموعات، شايف منتخب كشر عن انيابه، شايف منتخب تقول انه قدم عروض تخلينا نقول الفرقه دي او المنتخب ده جاي يحقق لقب بطوله اليورو. شوف الفرقه اللي هي او الاداء اللي يخليك تقول وانت مطمن الفرقه دي هتاخد البطوله، لسه ما وصلناش للحته دي. لكن في فريق
اقنعك قوي منتخب ايطاليا، وده برضو اتكلمنا فيه في قبل اليورو ما يبدا، وقلت لك ان في قوه كلاسيكيه راجعه للصوره من جديد مع القوه الاوريدي موجوده، وعلى راسها المنتخب الايطالي، ننتظر منه بطوله عظيمه. طبعا اتمنى، بما اني كمان احد مشجعي ايطاليا يعني، فاتمنى ان الاداء والشكل ده يكمل لحد نهايه البطوله، لان مانشيني مدرب تخليك تحترم تجربته جدا، يعني متفق معاك مليون في المية. في ناس كده انت حتى لو ما بتشجعهمش بس بتكون مقدر الشغل اللي عامله، ده راجل غير جلد وتاريخ كروي بتاع بلد كامله. يعني وحط كمان على كلامك دكتور وليد القماشه اللي معاه، يعني طبعًا معهوش السوبر ستارز، السوبر ستارز اللي كنا دايما متعودين الكره الايطاليه دفاعا وهجوما بتقدمهم لينا. لا الراجل الحقيقه عارف ياخد القماشه ويشتغل عليها ويقدم لنا صوره منتخب محترم جدا بيقدم كرة يعني رائعة بصراحة. ده حقيقي. بعض المنتخبات التانية تسيدت وتصدرت، لكن لسه ما ادتلكش الانطباع ان انا بطل. بلجيكا كسبت الثلاث ماتشات وخدت الفول النقاط الكاملة الفول مارك، لكن لسه ما فيش مواجهات تقيلة تقول لا ممكن. هولندا الحقيقة ظهرت افضل مما انا كنت متوقع وتصدرت برضو بالعلامة الكاملة، لكن لسه ما تقدرش تقول ان هي في المواجهة الكبيرة ممكن تحسب وتكمل. انجلترا ظهرت جيدة وكل شيء، لكن لسه ما قالكش انا منتخب بطل. فرنسا منتظرين النهارده، ممكن فرنسا تورينا بقى وجهها الحقيقي النهارده قدام البرتغال، او العكس يمكن ما تظهرش النهارده. لا عايزها امتى صحيح لانه في خطوره على فرنسا، يعني النهارده البرتغال لو كسبت والمانيا كسبوا الاثنين هيبقوا ست نقاط، وفرنسا تروح ثالث واربع نقاط في سكه صعبه. وممكن البرتغال، ما البرتغال احنا انت كنت لسه حضرتك بتتكلم برضو في البدايه ان هو منتخب مدجج بالنجوم ومنتخب كبير ومنتخب بطل، ممكن هو اللي يورينا فعلا صوره حامل اللقب، وممكن هو اللي يقول لا انا اللي هاخد البطوله وكريستيانو رونالدو وكاتبته يكسبوا فرنسا وياكدوا ان هم قادرين يكملوا لنهايه المشوار. مين عارف. نستعرض مع بعض النقط التحليليه لفرق البطوله بقى، يعني ناخد للارقام مين من من مين اقوى هجوم، مين اقوى دفاع. انت كنت بتكلمني في الفاصل يمكن على ظاهره الاهداف العكسيه في البطوله، غريبه جدا. يعني غريبه جدا، يعني انا عايز اقول لك ان قبل البطوله دي كان عندنا حوالي 9 اهداف عكسيه في البطوله من 60 سنه. البطوله دي لوحدها على مدار تاريخ بطوله اليورو 9 اهداف عكسيه، 9 اهداف عكسيه. البطوله دي لوحدها لحد دلوقتي بهدف النهارده بتاع دوبرافكا الحارس السلوفاكيا في مرمى قدام اسبانيا وصلت لسبع اهداف، يعني قربنا نعادل تاريخ البطوله يعني كله، يعني جولين كمان ونكسر الرقم. الغريب ان ما حصلش ان حارس دخل في مرمى هدف في تاريخ البطوله. في البطوله دي حصلت 3 مرات، هراديكي وتشيزني والنهارده دوبرافكا، فدي حاجه غريبه. اول مره في التاريخ ان اول هدف في اليورو يبقى هدف عكسي بتاع ديميرال لاعب المنتخب التركي في مرماه، برضو دي كانت حاجه غريبه. اول مره تحت، اول مره في تاريخ اليورو فريق يسجل في نفسه هدفين في مباراه واحده، عملها منتخب البرتغال قدام منتخب الماني. اول مره في تاريخ اليورو كمان منتخب يدخل في نفسه هدف عكسي ويستفيد من هدف عكسي لصالحه، منتخب المانيا مات هوملز دخل في نفسه قدام منتخب فرنسا، ونسينا نقول كمان ان هدف من الهدفين بتوع فرنسا كان هدف عكسي، يعني هم احرزوا هدف واحد، هدف واحد. وقدام منتخب البرتغال استفادوا من هدفين. في الحقيقه حصيله الارقام القياسيه العكسيه دي غريبه جدا. طيب نبدا مع حضراتكم نشوف كده الارقام بتاعه المنتخبات. اقوى خط هجوم طبعا منتخب هولندا، قدم وجه مختلف غير اللي كنا متوقعين. فرانك دي بور كان بيلاقى انتقادات رهيبه في الاعلام الهولندي، لكن حقيقه منتخب هولندا حلو، شكله حلو وشويه شباب ودومفريس يعني دايما هولندا بتقدم كره حلوه في البدايات، وكمان عندهم مدرسه تقديم النجوم دي، يعني دايما من الدوري الهولندي يطلع على مدار التاريخ طبعا اكبر النجوم اللي لعبوا مفرقه لكل اوروبا. صحيح طبعًا صحيح طبعًا. وفي اوقات كتير جدا باسماء شبه مغموره انديتهم عندها القدره انها توصل يعني لمراكز متقدمه في او مراتب متقدمه في البطولات الاوروبيه. ده حتى من قريب اياكس اعتقد كان وصل قبل نهائي وخرج قدام توتنهام في طبعًا في مفاجاه. فدايما دايما اياكس مع ان الدوله صغيره وعدد سكانها صغير، لكن سبحان الله هم منجم مواهب يعني. صحيح. طيب هولندا اقوى خط هجوم، اقوى خط دفاع. طبعا عندنا 3 منتخبات لم تستقبل اهداف، ايطاليا وانجلترا والسويد لحد دلوقتي، لان قد يعني تستقبل هدف الله اعلم من ليفاندوفسكي ورفاقه. اكثر معدل استحواذ منتخب اسبانيا، وهذا
وهذا بقى برضو من الظواهر لان منتخب اسبانيا عمل اعلى استحواذ في تاريخ اليورو في اول مباراه قدام السويد 85% وما حرزش اهداف وتعادل كمان باستحواذ عظيم جدا قدام بولندا المباراه اللي فاتت استحواذ سلبي لويس انريكي ومحتاج يراجع قدراته طبعا واعتقد موراتا مضيع ضربه جزاء في ماتش ضيع ضربه وجابوا هدفين هو يعني اسبانيا جاي يعني هي بس كان فكره تحويل او اللمسه قبل الاخيره هم بيستحوذوا وبيعملوا كل حاجه بس بيبقى ناقصهم اللمستين الاسيست والهدف اوكي فهي دي مشكله الاعلى اكتر معدل تمريرات صحيحه عند اسبانيا برضو اسبانيا 763 تمريره من 848 ب 90% تمام اكتر معدل تصويبات ايطاليا تمام 6 من 18 اكتر معدل عرضيات اسبانيا من احد الاسلحه زي ما قلت لك هم تيكي تاكا لكن سلبيه ففي الاخر بيضطروا يعملوا العرض ما بيعرفوش يختاروا يعني هو ما عندوش الاوراق اللي تعمله تيكي تاكا برشلونه 2009 ما عندوش ده ما عندوش ده طيب اضعف خط هجوم طبعا المنتخبات اللي معظمها خيب الامال لكن في بعض منتخبات الحقيقه لا يعني مثلا منتخب المجر احرز هدف لكن ظهر بشكل افضل ما كنا متوقع تركيا خيبت الامال تماما كان الكل متوقع ان ممكن تكون الحصان الاسود فنلندا اول بطوله كبيره فمقبول طبعا. اسكتلندا برضو مقبول اسبانيا هو اللي طبعا اللي مش مقبول لكنها خلاص عدت وجابت هدفين النهارده فعدت المرحله بتاعت اضعف خط هجوم ألعب خط دفاع تركيا استقبلت 8 ومقدونيا الشمالية 8 وروسيا 7 طبعا أرقام سلبية جدا أقل معدل استحواذ السويد وده الحقيقة من ضمن السويد من غير إبرة برضو طبعا بتوعين لكن بصراحة. هو طبيعة الحياة لعب منتخب السويد كتير هم كده بيقفلوا وبيعملوا هجمات مرتدة ده واحد من أعظم الأهداف اللي سجلت في تاريخ كرة القدم كان في ماتش السويد وإنجلترا طبعا. دبل كيك من بره 18 في جوهارت أعتقد يعني. من الدور الثالث صحيح إبراهيموفيتش طبعا طيب اقل معدل استحواذ اقل معدل السويد قلنا السويد 30 اقل معدل تمريرات اقل معدل تصويبات على المرمى بقى منتخب المجر سجل يعني صوب 3 بس على المرمى من ضمن 5 ده المتوسط بتاعهم ويعني الى حد ما مقبول بالنسبه للمنتخب المجر تتفق معايا انه من بعد انتهاء دور المجموعات من بعد ماتشات النهارده تبدا اليورو في نسختها الحقيقيه وتبدا الماتشات ذات سخونه وتبدا المنافسه بين المنتخبات ده المنتظر في مواجهات هتبقى كبيره في دور ال 16 وفي مواجهات هتبقى طبعا اكبر بقى في دور الثمانيه مع تقدم الادوار لكن اتوقع ان شاء الله ان المستوى يرتفع اكتر واكتر متابعين مع حضرتك ويمكن كمان على الاسبوع اللي جاي كده تكون كوبا امريكا دخلت في مراحل اكثر سخونه بشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا نورتنا وشرفتنا دكتور وليد واتمنى الناس وحضرتك وانا نستمتع بلقاء ممتع النهارده بين البرتغال وفرنسا شكرا استاذ احمد دايما باسعد بالتواجد معاك عبر شاشه الاهلي وخلينا نستمتع باليورو وننتظر الافضل ان شاء الله بشكر حضراتكم على المتابعه كل التوفيق لنسور الجزيره نجوم النادي الاهلي للمارد الاحمر في لقاء ان شاء الله يوم السبت المقبل الساعه 9 بتوقيت القاهره على ملعب الاهلي والسلام الاهلي والترجي في اياب دور قبل النهائي دوري ابطال افريقيا بشكر حضراتكم على المتابعه وقابلكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي